الزور حي المطار القديم. هذا هو مسجد عثمان بن عفان الذي تم تدميره من قبل عصابات الأسد المتمركزة على الجبل. حسبي الله ونعم الوكيل. استهداف المساجد في مدينة دير الزور، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من طغى وتجبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أربعة تسعة 2013، مسجد عثمان بن عفان في مدينة دير الزور.